بحيرة رام مصدر مياه الري الرئيس في الجولان المحتل، يعتمد منسوب المياه فيها على أمطار الشتاء وما يضخ إليها من نهر سعار القريب. لم يتمكن الجولانيون من استغلالها إلا في أواخر السبعينيات بعد أن تزودت المستوطنات المحيطة بهم بوسائل أخرى لري بساتينها. وعلى الرغم من وقوعها في أراضي الجولان، فالمزارعون يشترون مياهها من سلطة المياه الإسرائيلية. بالشتاء بجمعوا فيها الماء كان ما هي خزان، وبالصيف تستغل للزراعة. في البداية كانت ميكروت تعطي المستوطنات اللي موجودة هون في شمال الجولان، بعدين في 77 78 بدأت تعطي أقسام لمناطق بسيطة هون. على مدار الأعوام الماضية عانت البحيرة تراجعا في منسوب مياهها، لكنها ظلت موجودة إلهاما لكثير من الجولانيين محبي الطبيعة. ففي وسطها بنى عدد من الشبان زورقا ثابتا يصلون إليه في قوارب خفيفة لإمضاء أوقاتهم. الزورق حتى الآن يستخدم للتمتع بجمال الطبيعة، لكنه قد يصبح مشروعا تجاريا صغيرا لو حصل على الأوراق الرسمية اللازمة. الفكرة اجت من الطبيعة اللي حوالينا، حبينا نستغلها بأي شيء حلو بيشبهها، كمان تكون قاعدة حلوة فيها. نحن كنا نقعد هون بنص البركة بس بقارب عيني، وحبينا نعمل قاعدة. وفي البحيرة أيضاً شكل آخر للتسلية، فهي مليئة بالأسماك التي يتوافد الجولانيون في أوقات فراغهم لصيدها. من بحيرة رام في الجولان، شيرين يونس، كاي نيوز.